السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه الأخبار؟ أتمنى تكونوا بخير. احنا شرحنا في الفيديو اللي فات ايه هو الـ conformal dimension. طيب هنا نقدر نشرح dimension تاني يشبه اللي فات بس فيه اختلاف جوهري بينهم اللي فات، اسمه الـ degenerate dimension. طيب degenerate dimension ده هو عبارة عن ايه؟ هو key، يعني بيبقى key بس ملوش table. يعني ايه key ملوش table؟ يعني هو dimension بيبقى موجود في fact table وبيبقى مهم عندي، بس هو مش شرط يكون ليه table او يكون ليه دايمنشن مخصوص ليه، سيبرت تيبل ليه. طيب ليه بيكون عندنا حاجه زي كده، او ايه يعني ايه الكلام ده؟ يعني تخيل ان انا عندي فاكت تيبل، فاكت تيبل ده جواه اي دي، الاي دي ده هو بيجروب بقى او بيجمع الاكتر من حاجه مع بعضها. نفترض اوردر اي دي، اوردر ده تحتيه برودكتس او تحتيه بعض المنتجات الناس اشترتها في الاوردر ده. طيب بس مش شرط ان الاوردر اي دي يكون عندي فاكت سوري يكون عندي دايمنشن تيبل كامل اسمه اوردر اي دي، لان في الاخر اوردر اي دي ده ما فيهوش تفاصيل، يعني تفاصيله موجوده في الترانزاكشنز، ما فيش دايمنشن. احنا قلنا الدايمنشن هنا بتعبر عن اللوك اب، بتعبر عن سيبريت تيبل ريفرنس، لكن هنا الدايمنشن ده مختلف سن ان هو بيبقى موجود في الفاكت بس ملوش تيبل. طيب بيستخدم ليه؟ عشان بنجروب بعض البيزنس كيس، هنشوف ازاي بعد شويه. تعال ناخد مثال هنا، وده اشهر مثال للاوردر ديتيلز. ليه بقى عندي هنا ايه؟ عندي اوردر اي دي، عندي اوردر ديت، برودكت اي دي، عندي كوانتيتي بتاع ال كام قطعه من البرودكت ده، والاماونت بتاع السعر بتاعها. طيب هنا لو جينا قلنا اوردر اي دي، اوردر اي دي هنا 1 2 3 1 2 3، يبقى كده عندي اوردر واحد هو 1 2 3 اتعملوا في نفس اليوم. قلنا ان الديت ده كي، مش يعني الكي ده لسه هنجوين مع تيبل. الديت ده هنا هو كونفيرم الدايمنشن. حلو، يعني لما عايز اعرف اي تفاصيل المبيعات بتاعت اليوم ده هلاقيها ايه؟ هجيها من الكي ده اللي هو في الاخر هيجوين مع الايه؟ مع الكونفيرم دايمنشن. بس حضرتك نشرح الدي جنريت دايمنشن اللي هو هنا اوردر اي دي. تمام، كان عندي برودكت اي دي، برودكت اي دي هو كونفيرم دايمنشن في التيبل ده. بعد كده عندي كوانتيتي، كام قطعه من البرودكت ده، يعني مثلا 1 2 3 قلنا تخيل هو كوبايه، ماشي، قطعتين من الكوبايه دي، سعر الكوبايه الواحده او التوتال مثلا بتاع الاماونت ده 120. تمام، نفس الكلام مثلا عندي برودكت تاني اللي هو تريبل 2، ماشي، عندي منه خمس قطع سعرهم 10 دولار مثلا، 10.45. اوكي، طيب في الاخر ايه لازمه؟ وعندي بعد كده اوردر تاني برضه نفس السياق. ايه ليه عندي هنا اوردر اي دي واوردر اي دي؟ لان هو الاوردر ده بيجروب باي بزنس كيس، بيديني جروبينج بير للبرودكتس، يعني البرودكت اللي هو 111 تريبل 1 وتريبل 2 مع الاوردر اي دي، فهو جروب الاوردرز دي. نفس الكلام على البرودكت الاوردر اللي هو ايه 4C1، بيدينا نفس الجروبينج. فبالتالي هل انا عندي بقى تيبل كامل، تيبل او دايمنشن مختلف اسمه اوردر مثلا دايمنشن؟ لا، الاوردر اي دي هو بارت من التيبل ده، بس انا في الاخر مش شرط يكون عندي دايمنشن اسمه اوردر اي دي. تمام، اتمنى يكون يعني الفيديو كان قصير جدا، احنا شرحنا فيه ايه هو الديجنير دايمنشن، ايه هي اليوز كيس بتاعته. اتمنى تكون واضح، اتمنى كده مفيش اي خلط بينه وبين الكونفيرم دايمنشن. ان شاء الله الفيديو الجاي هنشرح الجانك دايمنشن او ما يسمى بالجابج دايمنشن. اتمنى تكون انتوا والدنيا واضحه والدنيا تكون فاهمه كويس. السلام عليكم.